لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب، حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اصرف شره، اللهم اصرف شر هذا العمر. الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكنه ثابت من حديث المتفق عليه بالإسناد الآخر الذي سبق شرحه: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. هنا فيه يعني زيادات يسيرة وفي نفس المعنى. قال: باب الدعاء عند الاستخارة. الدعاء عند الاستخارة. قال: حدثنا مطرف ابن عبد الله أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن، يعني كما يعلمنا السورة كلمة كلمة حرفا حرفا، كان يعلمنا الاستخارة دعاء الاستخارة بهذه الطريقة كلمة كلمة، فلا ينبغي أن يخالفه الإنسان. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن: إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني. ويسمي حاجته، يعني عندما يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أو اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر في سفري للمكان الفلاني، أن هذا الأمر بسفري بعملي في المكان الفلاني، بشرائي البيت الفلاني أو السيارة الفلانية أو الزواج من المرأة الفلانية، وهكذا يسمي حاجته في الموضعين. يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر بسفري بفعلي بتركي، يسمي حاجته: خير لي في ديني ومعاشي. ولو قال أن هذا الأمر يقول خير، ولو قال: اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا، ما
غير أن خيرا وخيرا لي في ديني وعاشي وعاقبة أمري، فاقدر ذلك لي ويسره لي ثم بارك لي في عنوان. العنوان اللي هنا مختصر على في الصحيح، لأن في الصحيح قال فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وهو أشمل من الرواية التي بين أيدينا. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ينبغي أن يحفظ هذا الدعاء، دعاء عظيم القدس، فيه حسن تفويض الأمور إلى الله عز وجل، مبناه على ذلك، على تفويض الأمر علما وإرادة وعملا لله سبحانه وتعالى. وشرط صحته أن لا يكون مختارا لنفسه، وإنما يطلب من الله أن يختار له، وهو معنى الاستخارة، طلب الخيارة، طلب أن يختار الله له. لكمال تفويض العبد لربه يحصل له أن يقدر الله له الخير. كيف ذلك والعبد يعلم أن المقادير قد سبقت في كل الأمور التي لها أسباب شرعية كانت أو قدرية كونية؟ الأمور سبقت في القدر بأسباب، فلا يمتنع أن يكون قد سبب لك الخير، قد قدر لك الخير بسبب أنك دعوت الله. وكما في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، وذلك ليس خارجا عن القدر، بل هذا الدعاء كان بقدر. فمن فرط في الأخذ بالأسباب لا يلومن إلا نفسه أن حرم ومنع وقد كان قادرا. إذا هم أحدكم بالأمر، وهذا يدل على أن الاستخارة تكون قبل الفعل عند الإرادة، وشرط هذا الأمر أن يكون من المباحات لا الواجبات ولا المحرمات، وذلك أن الواجبات واجبة الفعل لا يتصور فيها الاستخارة، والمحرمات واجبة الترك، وإنما يتصور في هذه الأبواب. وبعض العلماء قال والمستحبات والمكروهات كذلك، إلا أن دخول الاستخارة في المستحبات أو أظهر من دخولها في الواجبات، إذا تعارضت المستحبات وإذا تعارضت المكروهات. وإذا تعارضت المستحبات مع يعني ما هو مع مكروهات، فينظر في هذا أيهما أفضل وأحب، وهذا يحتاج إلى استخارة. وقد استخار عمر رضي الله عنه، استخار أبو بكر رضي الله عنه في كتب المصحف، واستخار عثمان رضي الله عنه في جمع المصاحف على كتابة واحد، على طريقة واحدة في الكتابة. وهذه من أعظم الخروبات، بل علمنا الآن أنها كانت في الحقيقة من فروض الكفايات. ثم يتصور في حالة تعارض المصالح والمفاسد واجتماعها، يتصور الاستخارة في الواجبات، رغم أن هذا ليس هو الأصل، لكن في أوقات معينة يكون هناك مصلحتان وربما واجبتان لا بد أن تفوت إحداهما لتحصل الأخرى، وكذلك في دفع مفسدتين أنت لا بد أن تحتمل واحدة وربما تفعلها لدفع المفسدة الأشد ولو كانت محرمتين. ف
فمثل هذا يتصور فيه الاستخارة لكي يوفق لمعرفة الأفضل من الطاعتين والأوجب من الأمرين، وأن يعلم المحرم المكروه، المحرم الأشد مفسدة في المفسدتين حتى يتركه ويحتمل المفسدة الأدنى. أن يوفق لمعرفة الأشد منهما، هذا أمر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أستخيرك بعلمك، أتوسل إلى الله عز وجل بصفاته، بصفة العلم، وذلك أن العبد لا يعلم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أستقدرك، أطلب منك بقدرتك أن تقدرني، وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك أن تجعل لي القدرة بقدرتك يا رب، وأسألك من فضلك العظيم. امتثال لأمر الله عز وجل، وأسأل الله من فضله. ثم بعد هذا التوسل بالأسماء بالصفات، التوسل بالصفات وهو صفة العلم وصفة القدرة، السؤال بالفضل، السؤال بالفضل الله العظيم، توسل إلى الله بالافتقار، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. عودة إلى التوسل بالأسماء الحسنى. بعض الشارحين يقول أن هذا الحديث يدل على أن العبد لا يكون له قدرة إلا مع الفعل لا قبلها، وهذا ليس بصحيح. فالعبد له قدرة هي سلامة الحواس قبل الفعل، وعليها يكون التكليف. فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نقول هذا فلان وجب عليه الحج قبل ما يحج ولا بعد ما يحج؟ نقول ده وجب عليه الحج قبل ما يحج، يبقى عنده استطاع قبل الفعل ولا لا؟ عنده قطعا استطاع قبل الفعل، ولا هيتقال ازاي انه وجب عليه وهو ايه؟ وهو لكن استطاعة التوفيق هذه استطاعة مع الفعل، وهذه ليست التي عليها التكليف. التي عليها التكليف هي الاستطاعة والقدرة قبل الفعل، وأما التي مع الفعل فهي توفيق من الله، من نحو قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون، خلاص مش هتكلفوا بقى ما يسمعوش، لا، ما كانوا يستطيعون سمع الفهم مع سلامة استطاعتهم في فهمه، في صحة الحاسة. الحاسة بها تقوم الحجة، إذا سمع القرآن وسمع السنة وسمع الحجج الحاسة سليمة، لكنه لا يستطيع سمع التوفيق، سمع الإجابة، سمع الاهتداء بما جاء به الوحي. طب كيف والحديث يقول وأنت فإنك تقدر ولا أقدر، وإنك تعلم وتعلم ولا أعلم؟ كيف نقول هذه القدرة الإنسانية بالنسبة إلى قدرة الله كلا شيء؟ حري أن تنفى، كما قال الخضر لموسى وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. هل يقال نقص البحر؟ لا يقال نقص البحر. هل يقال هناك بحر آخر أصغر بالنسبة إلى قطرة إلى البحر الكبير؟ ولا يتقالي دي ولا حاجة، ولا كأنها شيء على الإطلاق. وهذا هو المعنى، وليس أن ذلك منفي بمعنى نفي الاستطاعة قبل الفعل التي يقولها الأشاعرة للرد على المعتزلة. المعتزلة بيقولوا الاستطاعة قبل الفعل بس، مفيش
تقدير ان ربنا يقدر العبد اثناء الفعل او مع الفعل، لانه بينفوا القدر. والاشاعره جم يرد عليهم قالوا لا، استطاعه مع الفعل فقط، الاثنين مخالفين للبداهيات. امر بداهي، امر واضح جدا، ان ازاي هنقول ان العبد انت عليك تعمل كده اذا كنت مستطيع وهو لسه ما عملوش؟ يبقى لازم يكون هو ايه؟ استطاع قبل الفعل. بس دي استطاع لها سلامة الحواس. وازاي نفهم القدر؟ وازاي نفهم كقول الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وكانوا لا يستطيعون سمعا. نقول ده اللي هي الاستطاعة التي مع الفعل، ليست عليها التكليف، اللي هي مبناها على التوفيق والاهتداء والاستجابة للحق، هذه بأمر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. والأولى كذلك، لكن اللي هي الاستطاعة التي قبل الفعل بأمره، لكن إذا زالت لم يكن لها تكليف. فالإنسان استحضاره في هذا المقام ضعف قدرته إلى درجة العدم بالنسبة إلى قدرة الله، وضعف علمه إلى درجة العدم بالنسبة إلى علم الله. والله فعلا أن العبد لا يدري ما هو الخير، أين الخير في هذه الأمور التي ليس فيها نص من الشريعة في بيانها. يعني الأمر الخاص ده إنه يسافر الحتة الفلانية ولا ما يسافرش، زي ما قلنا من الأمور المباحة، هيشتغل الشغلة دي ولا ما يشتغلش، هيتجوز هذه المرأة ولا ما يتجوزش، هيعرف منين العبد؟ العبد لا يعلم الغيب، ولذلك ولا يقدر على شيء إلا ما قدره الله عليه، فلا قوة إلا بالله. فهو يسأل الله، يفوض أمره إلى الله ويثبت النقص، يعترف بالفقر، يثبت العجز، يثبت ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الكمال، وينفي عن نفسه أنه قادر بها بنفسه أو أنه عالم بها من حيث هو إنسان. ما أشد جهل المتكبر المغرور المعجب بنفسه، ما أشد جهل من يقول إنما أوتيته على علم عندي، ما أشد جهل من يظن أن تخطيطه وكيده ومكره سوف يوصله إلى ما يريد حتما يقينا. هذه الآية الكريمة تؤكد مع نظر الإنسان إلى واقع الحياة، يتأكد بالفعل أنه لا علم له إلى علم الله، ولا قدرة له إلى قدرة الله، وأنه يحتاج إلى فضل الله العظيم كل لحظة. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، إن كنت تعلم، نعم، لأنه إما أن يعلمه الله خيرا وإما أن يعلمه شرا. وده السر في تكرار الدعاء، إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا. بعض الشارحين يقول أن هذا يدل على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، في اختلاف مسألة أصولية. قالوا لأنه ولو كان ذلك لاكتفى بإن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي فاغدره لي، ما يحتاجش يقول إن كنت تعلم أنه إيه شر. هو الحقيقة ده مش راجع، لأن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، لا، الكلام الصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولكن لأنه ذكر هذا الأمر معلقا على أن كان هذا علم الله، وبالتالي ففيه الاحتمال الثاني ما زال قائما أن الله يعلمه إيه شرا، فهو في علم الله قطعا ويقينا. لذلك لما ذكر إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فلا بد أن يقول، ما يكتفيش به بس، ينبغي أن يقول وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، وما يكتفيش مفهوم المخالفة ويدعو بالمنطوق، لأنه يريد أن يصرف عنه السوء وهو ينصرف عن السوء، وكلاهما مطلب عظيم قد لا يدركه أكثر الخلق.
وانظر إلى كونه قدم الدعاء بخير الدين، خير لي في ديني ومعاشي، قبل أن يذكر المعاش وهي الدنيا وعاقبة أمري أمر الآخرة. قدم الدين لأنه مفتاح كل خير. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، لأن الإنسان لا يدري عواقب الأمور، أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي. يسأل الله أن يقدره له، هذا يدل أنه وقع في المستقبل وهو في إثبات المقادير اليومية. فهناك مقادير سبق بها القلم في قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهناك تقدير يوم القبضتين، وهناك تقدير والإنسان جنين في بطن أمه، وهناك في كل سنة فيها يفرخ كل أمر حكيم في ليلة القدر، وهناك تقدير يومي كل يوم هو في شأن. فلا مانع إذن أن يطلب هذا التقدير فاقدره لي، ولا يقال كيف يطلب أمرا قد كتبه الله قبل خلقه بخمسين ألف سنة. يفعل الله عز وجل ما يشاء ويقدر ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. لذلك يقول اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي. وفي الدعوة في الحديث المتفق عليه قال ويسره لي ثم بارك لي فيه، لأن التقدير قد يكون مع عسر، فهو يدعو أن يكون مقدرا وبيسر، ثم إنه قد يحصل بطريقة فيها يسر ثم تقل فيه البركة، فهو يسأل الله أن يبارك له فيه وأن يكثر خيره. قد ينال الإنسان ما يريد وتكون بطريقة سهلة، ولكنه لا يعني يكثر خيره بعد ذلك، فهو يسأل الله أن يبارك له فيه. أقدره لي ثم بارك لي فيه، ثم يسره لي ثم بارك لي فيه. والله معجزة الحديث ده، يعني لما الإنسان يبص كده إن المقادير تقدر له إزاي لو هو دعا الاستخارة بصدق، مش بس كده يحركها في نص دقيقة أو مش واخد باله. إن دي المشكلة الحقيقية، إنه يكون عمال يتكلم وهو مش واخد باله بيقول إيه، لكن لما يقولها يعني البركة، يعني أمر يقدر وييسر ويبقى فيه بركة واستمر بقى خير كثير بعد ذلك. ثم يقول اللهم إن كنت تعلم هذا أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني. يصرف الشيء عن الإنسان فلا يصل إليه ولا يتحقق له، واصرفني عنه، لأن هذا فيه راحة البال سلامة القلب. تخيل إنسان كان متطلع لشيء ونفسه فيه وبعدين ما جالوش، وهو يفضل متعلق بيه عمال يفكر ليل ونهار، مش قادر قلبه ينسى إذا كانت واحدة بيحبها، إذا كانت فلوس مستنيها، إذا كانت جاه ينتظر وظيفة يعمل فيها، بيت يشتريه، عربية يشتريه، يفضل قاعد قلبه محروق، علشان قلبه لم يصرف إيه عن هذا الشيء. لما يكون فعلا شر للإنسان وهو الشيء ده يصرف عنه وهو ينصرف عن الشيء، يبقى استريح راحة عظيمة، يبقى خلاص شيء فات وانتهى. لا يتعرض الإنسان لأنواع الشقاء بسبب تعلق القلب بالشيء الذي فات. قال واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، لأن القناعة
والرضا سبب سعادة الإنسان. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. سعادة الدنيا والآخرة في الرضا. أحل عليكم رضائي لا أسخط عليكم بعده أبدا. السعادة في الرضا. اللهم ارض عنا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يحضرنا الخير حيث كان وأن يرضينا به. إنه يسمي حالته بقى لما يجي يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر, يروح جاي يسمي حاجته هنا. لا ده الروايات اللي في الصحيح كلها زي ما قلنا, ويسمي حاجته جايبينها في الرواية في الصحيح في نفس الموضع. ويسمي حاجته دي اختصار للموضعين. يظهر انه لو قالها في الاول يوتوزي هل يقول هذا الدعاء في السجود قبل التسليم ام بعد التسليم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم بالامر احدكم بالامر فليركع ركعتين ثم يقول. وهذا ظاهره انه بعد اكتمال الركعتين, وهما تكتملان بالسلام. فالظاهر أن هذا الدعاء يكون بعد السلام من ركعتي الاستخارة. يرفع يده إن شاء, والأفضل أن يرفع يده. هل يشرع أن تكون صلاة نافلة راتبة زي سنة المغرب, سنة العشاء, سنة الصبح؟ نعم يصح ذلك لعموم فليركع ركعتين. اي ركعتين يبقى قد اجزاه ذلك. بس في الرواية في الصحيح من غير الفريضة, فلا بد ان تكون من غير الفريضة. حتى لو ما نواش لا ده هو العزيز بيقول اذا هم بالامر فليركع. ينبغي ان تكون ركعتين من البداية بنية الاستخارة, ولكن لو لم يفعل ان شاء الله وكان هاما قبل ذلك نرجو أن يجزئهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.